هذا مطار بغداد. جرذان تملأ المكان، وسرقات لأمتعة المسافرين، وخدمات لا تليق حتى بمطار محلي، وحكومة الإطار التنسيقي تتعاقد مع شركة أمنية لحماية أمن مطار بغداد يديرها بائع شراشف أسرة ومناشف للفنادق، في استمرار للفساد الذي ينهش الواجهة الرسمية للعاصمة العراقية بغداد. إقصاء مثير للجدل لشركة جي فور اس، إحدى أكبر شركات الأمن في العالم، والتي حرست المطار لمدة 12 عاماً، واستبدالها بشركة بيزنس أنتل المسجلة في كندا كشركة سياحية. ضغوط لا مبرر لها مورست من متنفذين للموافقة على التعاقد مع بيزنس أنتل وسط مطالبات بفتح تحقيق في الطريقة التي منح بها عقد تأمين المطار لشركة خالية من أي تجارب أمنية أو خبرة في أمن وسلامة الطيران. موظفون سابقون من ذوي الخبرة في أمن المطارات أكدوا عدم خبرة شركة بيزنس أنتل في مجال أمن المطارات وطريقة التوظيف التي تتبعها عبر الواتس أب دون الخضوع لفحوصات طبية أو تقديم إثباتات لمؤهلات الوظيفة، فضلا عن كشفهم وجود ثغرات كبيرة تتعلق بأمن المطار دون أن تكترث الحكومة لتحذيراتهم، في إشارة واضحة للإهمال المتعمد لأمن مطار بغداد. هذا مطار سمعة بلد، شنو جنط تنباك؟ مسافرين ديجون جنطهم تنباك. اتهامات لطواقم الخدمات الأرضية في مطار بغداد ومنها المسؤولة عن حقائب المسافرين بسرقة أمتعة المسافرين وأشياء ثمينة أخرى في حالة تتكرر مرارا وسط استنكار شعبي من غياب الحلول الحكومية لمشاكل المطار التي صارت حديث القاصي والداني. إقرار حكومي بمخالفات جسيمة ترتكب في المطارات العراقية لا سيما مطار بغداد وصلت لمستوى تهريب حمولات من الذهب والأموال دون أن تكتشفها أجهزة السونار بسبب عدم كفاءتها، في استمرار لمسلسل الفساد الذي أنهك مطار بغداد الدولي نتيجة الإهمال والتخريب المتعمد بسبب الصراع بين الأحزاب السياسية المتنفذة عليه.